اسبوع جديد وطلعت اسبوع جديده وطلعت الاسبوع ده لا مؤاخذه. فاتحين في مصر من 2020 وعندهم الفرع الوحيد ده في شارع المرغني مصر الجديده، بس من ساعه ما فتحوا عاملين ضجه جامده جدا لانهم بيقدموا سي فود بالطريقه التقليديه اللي هو بالاوزان عادي، بالاضافه بقى للحبشتكنات والتتشوب بتاعتهم. فجيت النهارده وضربت المنيو بتاعهم كله تقريبا، طلعوا اشوف الحاجه عندهم ولا نص نص ولا اي كلام، اشتفت اكل منهم ايه. واسعار الحط كلها النهارده هيتدفع عليها 14% ضريبه و2% خدمه لو اكلته في الفرع او مصاريف التوصيل لو اكلته في البيت. وعجبتكم الطلعه ما تنسوش لايك القمر، ولو مش عاملين سبسكرايب لو سمحت اعملوا سبسكرايب. فمن غير رغي كتير يلا بينا. نبدا باول حاجه على طول والتقيل على طول مره واحده برضو، ده البيزكس الحاجات الاساسيه، شوربه سي فود في اي بي بالقشر، بوكس اللهب، بوكس السعاده، ربع جمبري باتر فلاي، ربع كابوريا مشويه، ربع جندوفلي، ربع بلح البحر، وشويه سلطات. نبدا باول حاجه الشوربه الفي اي بي. ده شكل الترابيزه كده، وده شكل الشوربه كده، ثلاث جمبريات بالقشر، كابوريايه وبلح بحر. وهنشوف بقى جواها في ايه. نجيب بقى كفر جميل كده، نبدا بسم الله. كفر فيه شوكه ومعلقه، منديل مبلل وجلوفز مش تبعنا دول. ناخد المعلقه ونخش بسم الله ندوق الشوربه كده الاول. شوربه كريمه، الشوربه طعمه قوي قوي قوي، وقوام الكريمه مظبوط قوي، لا هو تقيل ولا هو خفيف، والتوابل اللي فيها تحفه، جامده قوي الشوربه قوي. نخش على الجمبري بقى، الجمبري وسط مش بيبي شريمب ومش جامبو في المعقول يعني، في ناس هتتخض دلوقتي. الجمبري حلو قوي، الخلطه بتاعته والتتبيله رهيبه جامده جدا. بدايه ما بشتري بالتفاؤل قوي، كابوريه بيبي خالص يعني انتهت من البحر. على قد ما هي صغيره بس طعمها قوي برده. جندوفلي كمان. يا سيدي يا سيدي على الدلع، حلو قوي قوي. بلح بحر. طعم قوي برضو قوي، وطعمهم مختلف عن بعضه، والاثنين حلوين جدا. نجيب بقى الجمبري ده شويه كده، وناخد معلقه ونغوص نشوف فيه ايه جوه. سمك فيليه، قطعه كاليماري، شوربه مكيفه مكيفه ولاصحاب المزاج بس. حلوه قوي 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 قوي. نخش بقى على الفرايز الحاره بتاعتهم دي، اسمها بوكس اللهب، بتبقى عباره عن بطاطس محمره مشرشره ومعاها قطعه جمبري مقلي بصوص حار. نخش على بوكس اللهب، بطاطس الاول كده لوحدها. صوص اللهب ده صوص سويت شيلي، حامي قوي ومظبوط قوي، معمول بمعلمه يعني، والحدوقيه هي اللي طاغيه فيه مش الطعم المسكر. بقطع الجمبري بقى كمان تحفه، جامد قوي قوي بس سبايسي جامد قوي، خلي بالكم. نخش على اخوه بقى اللي مش سبايسي، بوكس السعاده، ده بيبقى نفس الذات نفس بس بيبقى معاه صوص جبنه شيدر. جابوا لنا طبق فاضي كده نحط في القشر احسن يعني. بالمناسبه الناس مرحبه جدا، استقبالهم حلو قوي يعني الصراحه. نخش على بوكس السعاده، بتتس لوحدها برده الاول. طب مع الجمبري كده حلو مش وحش، بس طعم الجبنه ده ضعيف شويه. فبوكس اللهب ولا بوكس السعاده؟ لا بوكس اللهب وش. نخش على الجندوفلي لوحده، احنا جربناه هنا، لو اعرف ان هو هنا ما كنتش جبته على فكره. يعني ده من الحاجات اللي انا بخايش فيها وانا بجرب، لو اعرف انه موجود في الشوربه ما كنتش جبته لوحده. بس قشطه يعني، هو حلو مش وحش، نعناع يعني. ده شكله كده، ناخد واحده كده مبطرخه، عاملين لهم صوص زيت وليمون حلو قوي. ميز السنه كده تحفه، بلح البحر ده شكله كده حلوه قوي برضه. وبلح البحر ولا الجندوفلي؟ لا بلح البحر طعمه احلى الصراحه، والصوص اللي فيه كمان اصيع. عايز اخد بقى واحده بالصوص اللي جوه ده كده، ناخد اللي جواها بالصوص، بصل وفلفل. جامد قوي بلح البحر. نخش بقى على الجمبري الباتر فلاي، ده شكله كده حاطينه في سيخ خشب كده. هو الجمبري بس ايه يعني تعليق مبدئي كده ان هو حجمه صغير شويه، باتر فلاي بيبقى احلى في الجامبو اكبر من كده، بس هنجرب. على قد ما هو حجمه صغير بس طعم قوي، طعمه حلو جدا، بس طعم الزبده فيه قليل شويه يعني. هو كجمبري حلو قوي، جمبري مشوي، كجمبري باتر فلاي لا مش مبهر قوي، صوص ضعيف شويه بس جامد جدا جدا كجمبري. خش بقى على الكابوريا المشويه، ده شكلها كده. وللامانه الراجل قال لي بص الكابوريا اللي عندي النهارده صغيره، قلت له يا عم مش مشكله عشان اوريها لكم برده، هي فعلا حجمها صغير مش كبيره. تعالى يا حبيبتي، طعمها قوي قوي.
مشويه فاهيتا بالبصل والفلفل الاخضر طعمها تحفه، والحاجه المشويه فاهيتا عندهم عموما حلوه جدا، والتيست بتاعها حلو قوي فظيعه. الناس بتتفرج عليها على فكره كويسه بعضها فضائي. خلصنا البيزكس الاساسيات يعني، نخش في اختراعاتهم بقى في السيفود، نخش على تاتشاتهم بقى. ده طاجن مكرونه بالجمبري ميكس جبن، وده كيس حراري في الفرن هفتحه لكم واوريه لكم دلوقتي، وده طاجن اسمه لا مؤاخذه من الحاجات المميزه جدا عندهم، ودي وجبه ميكس بتبقى جمبري مقلي وفيليه وصبيه بينزل مع رز صياديه وسلطه. نبدا باول حاجه طاجن لا مؤاخذه، ده بيبقى جمبري وبيت سيبيا وكاليماري وبطارخ بوري مع وايت صوص، شكله مطرعم طرعمه ترعب. الطاجن شكله وحجمه مرعبين. خش كده قبل ما الجبنه تسيح، لما بصور في المطعم بكره الشغلانه دي بكره. انت سينما والله العظيم، سينما ليترلي. بطارخ، امسك البطروخ كده انا اقعد فيه على طول. البطروخ مرمل، بس البطارخ مش لاي حد، البطارخ اقرب طعم ليها الرنجه فمش لاي حد يعني. خش بقى على الميكس جبن مع الكولكشن ده، مع كوكتيل الاغاني ده. الاسعد كله طالعه، ربنا ما يطلعنا عاده. ده طعمه غني قوي، جمبري وكاليماري بالصوص بتاعهم وكريمه وميكس جبن، موضوع فظيع. بس ده كميه يعني، اعتقد ده ممكن يخش فيه 2 3 بسهوله عادي، تقيل ومليان الصراحه. وعجبني قوي الصوص البني اللي معاه ده، تحفه، جامد قوي 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 قوي، ولكمه رهيبه. فمش هدوس اكتر من كده عشان اعرف اكمل، رهيب. نخش بقى على طاجن المكرونه جمبري بالميكس جبن، ده شكله كده جايبينه في فخار على شكل قلب. نخش يا سيدي، نخش على المكرونه ريك فيش. هنتلسع تاني على فكره. هتلسع حالا دلوقتي. بنفخ فيه بقالي ساعة وشال بق كله، مش سقف حلقي بس، والله ما جاية جنبك دلوقتي خالص. نخش بقى على الوجبة الميكس دي لحد ما الباشا ده يبرد. عشان ده شكلها كده، تبقى جمبري مقلي وفيليه مقلي وصبيت مقلي مع رز صياديه ومخلل وطحينه وسلطه خضراء. نخش على الجمبري، حلوه قوي قرمشته جامده جدا. نخش على الفيليه كده، لا الفيليه مش عاجبني قوي لان هو محتاج يعني خرج بدري، محتاج يتسبي يستوي اكتر من كده شويه، من ماي كده، وده بيدي زفار للسمك شويه. مش عاجبني الفيليه. نخش على الصبيت، حلو بس صغير قوي. ندوق بقى الرز الصياديه ده، حلو، شويه طحينه، سلطة خضراء، حتة جمبري، اضرب يا بيه، حلو قوي. بس كويس ان انا جبت الميكس دي، عشان لو هجيب تاني هجيب جمبري مقلي بس، هو اجمل حاجه فيهم. خش بقى على شلوحنا، تربينا ولا لسه؟ واضح جدا ان لسه برضه، فهسيبه شويه. خش بقى على الكيس الحراري ده، ننزل بورق الحائط، واحده 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 واحده. الله، ده كلام كبير قوي يا باشمهندس. ده شكله كده جمبري، كابوريا، جندفلي، بلح بحر، سويت كور، وبينزل معاه صوصين. نجيبهم هنا كده نشوفهم ايه دلوقتي. الرز الابيض كده نحط عليه صوص شويه عشان ندوق الرز بالصوص الاول. صوص مسكر شويه، نبدا بالجمبري. يا جماعه الجمبري على قد ما هو صغير في الحجم بس طعمه حلو قوي، طعمه طعم جدا جدا يعني. هو الصوص ده اللي انا مستغربه شويه اللي هو في الكيس ده، عايز ادوقه تاني. صوص سويتي شويه كده، نجرب الدوره بقى اللي مع كل ده. الدوره مسكره مع الصوص المسكر، فانا جزعتني. لو بتحب الاكل المسكر اوكي، انا جزعتني قوي. خش على الكابوريا. طيب هو من غير الصوصات الوجبه دي قلب على اكل اسيوي شويه، اللي هو بيبقى سويت اند ساور، والسويت هو اللي طاغي عليه، اللي هو الطعم المسكر هو بيبقى طاغي عليه شويه. ده كده من غير صوصات. هنجرب بقى بالصوصات ونشوف ايه الموضوع، هتختلف ولا لا؟ لان انا بصراحه لغايه دلوقتي، لغايه اللحظه دي، لا اختار المشوي لوحده، كيفت منه اكتر كطعم. هنا الدنيا مسكره قوي، فنجرب بقى بالصوصات. ده صوص بني كده، هنشوف ايه هو. نحطه على الرز من فوق كده مع حته جمبري، او نمسكها في ايدنا كده. الموضوع اتغير خالص. ليه بقى؟ ده صوص اللهب اللي جه في الاول في الابتايزر في الجمبري، في البطاطس اللي بالجمبري، فاداله سبايسنس وحرشانه حلوه قوي كده. من غيره كانت الدنيا مسكره قوي، هما بينزلوه بيه فهم عاملين حسابه يعني. طيب نجرب ده كده نشوف ده ايه. بقيه الجمبريه بتاعتنا معلش. واو، صوص ليمون معصفر بالصوصات، الوجبه دي ضربت في حته ثانيه خالص، وارشحها لكم جدا. من غير صوصات لا. طب هعمل حاجه، اخد حته الصوص دي كده نحطها على الدوره الحلوه، نجرب بس الميكس هيبقى عامل ازاي، هل هيجي لنا التهاب معوي ولا الدنيا هتمشي؟ لا ميكس غريب قوي، الصوصات مع السي فود عامله ميكس حلو قوي قوي، انصحكم بيها جدا، حلوه قوي كده. طيب نخش على اخر حاجه، جيت بقى ان شاء الله يعني خلاص هدي واحترم نفسه، مكرونه بالجمبري والميكس جبن. خلاص ها؟ خلاص بقى، خلاص خلي الشكل في المطعم زفت. والله لسه سخنه برضه، ده من الحاجات اللي لو جت دليفري هيبقى مكافأة، لان مش هيلحق يبرد لغايه ما يوصل لكم برضه. طعم الميكس حلو قوي.
او صوص ابيض بالوش المحمر اللي عليه ده، ميكس جبن في النص، قطع جمبري صغيره، حلو قوي 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 مع شكل القلب اللي يخطف العين ده، جميل، طعمه غني وحلو قوي. نخش على اللي بعده، نخش على الطلعه اللي قبل الفينال بقى، قبل الاخيره يعني. دي وجبه السعاده، بتبقى قطع جمبري قشر مع وايت صوص، بتتغلف بالعيش من بره كده، عيش بحبه البركه، وبينزل معاه طحينه وعيش بلدي. ليه؟ هنعرف دلوقتي. ودي مكرونه جمبري قشر، بيبقى جمبري بالقشر على مكرونه وايت صوص، وده طاجن ميكس سي فود، مش طاجن مكرونه بقى، لا طاجن ميكس سي فود على طول. دي تبع ايه الطاسه دي؟ ماشي، حطوها هنا كده عشان ننجز مكان. ودي طاسه جمبري، بتبقى جمبري مع ميكس سي فود، وبينزل معاه عيش المحمص ده. نبدا باول حاجه، وجبه السعاده دي. الناس قاعده بتتفرج حرفيا والله العظيم. ده شكلها كده، باشا ممكن كفر بس حبيب قلبي. عايزين سكين عشان نفتح دي، بس الكفر بتاعهم شوكه ومعلقه. انا افتحها ازاي دي؟ شوكه ومعلقه كده على جنب. طب نحاول نفتحها بالشوكه. طب انا افتحها بالشوكه، ماشي. هم ما عندهمش سكينه، فانا افتحها بالشوكه. نفتح كده. ده هي متقطعه اوريدي، بس بتفتح يعني. ماشي، واضح ان هي مولعه نار، واضح ان احنا هنتشلوح تاني. ده شكلها من جوه كده. طب نضرب بلح البحر دي في السريع عشان نطيرها بس. نخش بقى جمبري قشر، مولع نار. طيب بصوا، ده هيشلوحني يعني، فانا هستنى عليه شويه ولا اقول لك؟ خش يلا. حلقات كاليماري، رز صياديه، بلح البحر، جمبري قشر. هو مكوناته كده. ماشي، الجمبري عندهم طعم قوي قوي. طب العيش ده ليه بقى؟ طب نقطع ده كده، ناخد حته جمبريه. انا اتروقت النهارده. ننزل في الطحينه بالعيش اللي في حبه البركه ده، حلو قوي برده والله، حلو بس مش افتكاسه يعني. رز السعوديه ده ممكن تطلبه لوحده عادي، الجمبري المشوي هو ملح البحر هو برده، فهو شكل حلو بس البرزنتيشن حلو، انما كمكونات لا موجوده بره عادي يعني، مش فارقه حاجه الشكل ده عن الشكل العادي بتاع الحاجه، هو فاهمين قصدي ايه؟ انما طعما حلو قوي. طيب نخش بقى على توست الجمبري دي عشان ما يبردش بس الجبن اللي فيها. جمبري مع ميكس جبن وعيش محمص، وطبعا العيش المحمص ليه؟ عشان تغرف بيه، قطم على طول ما شاء الله. نعمل كده، اوه ده ملغوصه جبن بطريقه فظيعه. حته فلفل، ده مكيافه بقى، مكيافه. ميكس جبن طعمه حلو قوي وتقيل ومحمل يعني، مش لحسه جبن. قطع جمبري صغيره مع عيش محمص تحفه، حلوه قوي قوي قوي. ده دماغ بقى، ده لو بتحبوا الجبن هتهيصوا بيه جدا. نخش بقى على طاجن الميكس فود، ده شكله كده وشكلنا كده. هنفتحه ونسيبه شويه، نسيبه يهدى يعني. التوجر عندهم بتطلع مولعه نار، وبيحطنا في فخار كده، فالفخار ده بيبقى مولع نار وبيسيب الاكل لفتره طويله سخن يعني. اكتر حاجه تنصحك بيها في الدليفري حاجه الفخار دي على ما توصل، مش تبقى لسه لحقت بردت، فهتستمتعوا بيها. ده هنا بقى في طعم توم عالي قوي، معرفش في المعلقه اللي خدتها ولا عموما، فهاخد معلقه ثانيه كده. في بطارخ برده، جمبري، بقي يعني انتهك عرضه يا مولانا. لا ده طعم التوم فيه زاد منهم شويتين، فالتوم فيه عالي قوي، محدقه كده ككونسبت وكحلاوه حلوه برده، بس المكرونه الجمبري احلى كتير الصراحه. وبتكلم عن المكرونه الجمبري، نخش بقى على مكرونه الجمبري قشر. ده شكلها كده، محطوط فيها جمبري وسط، مش زي الجمبري الصغير اللي في الطاسه هنا. مكرونه وايت صوص. اللي عاجبني ان الجمبري معمول بصوص فاهيتا، اللي هو صوص الشوي ده، يبقى لونه بني شويه كده مع الخلطه، وبيحطوه زي ما هو على الحاجه، فبينزل على الحاجه بالصوص بتاعه. جامد قوي قوي. ناخد بقى قطعه جمبري، الجمبريه هنا جايه متقشره، معرفش ليه يعني. المفروض انتوا بتقولوا قشر، سيبوا قشر كله يا عم، انا بحب اكل قشر، وسايب لك قشر الديل بس. بقى كده معلقه مكرونه متغذيه بالصوص، تعالى حته الجمبري، توكل على الله. طعمه تحفه تحفه تحفه، حلو قوي قوي قوي، من احلى الاطباق اللي جت لي النهارده ده، تحفه. نخش على اخر فقره بقى قبل ما اقول لكم الخلاصه، نخش على اخر فقره في طلعت النهارده بقى. ده سلايس بيتزا لمؤاخذه، بيبقى سلايس بيتزا عملاق كده بالجمبري، وده سندوتش جمبري فرنساوي، وده سندوتش بلدي ميكس سي فود. نبدا بسلايس البيتزا، ده شكلها كده، بينزل معاها صوص شبه صوص الزبادي، بس هنشوف ايه هو. طب بتتاكل ازاي دي بقى؟ بتتاكل ازاي دي؟ كلها زي ما باكل البيتزا، هي لبيله كده ولا اقول لك؟ عشان في ناس مفيش، ده خلاص يا امه، عشان في ناس مفيش، ده هنتفضح فهنقطعها كده. العب. العجينة حلوة قوي، طعم الجبن اللي معاها تحفة، عايز اعرف ده صوص ايه ده؟ تارتار صوص. صوص تارتار. صايع قوي انه ينزل معاها طبعا، انا افتكرته صوص زبادي، ما اعرفش ايه اللي جاب الزبادي في مخي. طب نعمل بقى كده قطمة كمان، لأن أنا طعم الجمبري ما حسيتش بيه قوي، فناخد قطمة كمان. لا طعمه واضح، كنت هظلمه بس، صوص تارتار بقى.
حلوه قوي قوي، فكره حلوه قوي، فكره صايعه جدا. نخش على سندوتش فرنساوي ده شكله كده. بس انا مش عارف ده صوص ايه الصراحه، هنشوف دلوقتي. نقطع حته كده، ندخل الجمبري جوه. مبدئيا كده تعليق مبدئي يعني، العيش ده مش طازه. صوص ايه ده بقى؟ جبنه، صوص جبنه. الجمبري المقلي حلو جدا، جوده العيش بس اللي منكده عليا. العيش لو كان طازه وصابح كان احلى من كده بكتير. نخش بقى على البلدي منه، ميكس سي فود في نص رغيف بلدي، بما انه بلدي بينزل معاه طحينه وجرجير وفلفل وليمون. نخش على البلدي منه، ندخل جوه كده. نفس العيب بتاع الفليه ونفس الغلطه مني ان انا ما جبتوش جمبري بس. انا شخص ما بتعلمش خالص، بس لو هعمل كده تاني هجيبه جمبري مقلي بس، لان السبيت عندهم مش احسن حاجه والفليه مش عاجبني خالص. حته ليمون بقى، قرن فلفل عظيم، جامد جدا. بس تاني مره اجيبه جمبري بس. تعالوا لكم خلاصه، خلاويص خلاويص. اقول لكم بقى الخلاصه، الشوربه مقبلته الحاجات اللي في الاول دي، الشوربه الفي اي بي دي لازم وضروري وطعمها تحفه، ما ينفعش خالص تفوتوها. بوكس اللهب اللي هو الفرايز بالجمبري بصوص اللهب ده كان تحفه برضو. الحاجات اللي هي البيزكس او الاساسيات اللي بيعملها اي مطعم، اللي هو كان الجمبري والكابوريا والجندفلي وبلح البحر، معمولين حلو بس مش مميزين، اللي هو ما جيش لمؤاخذه عشان اطلبهم مخصوص، حلوين بس مش اللي هو الاوفر، اللي هو المميز اوفر. الحاجات اللي ما ينفعش خالص تفوتوها بقى، طاجن المكرونه بالجمبري الميكس سي فود تحفه، طاجن لمؤاخذه في حته تانية خالص، بس اعرفوا ان هو تقيل جدا وده عايز كمية يخشوا فيه، يعني مش هزار. كيس لمؤاخذة فرن برضو حوار حوار، ومع الصوصين اللي نازلين معاه دول هيوديك في حتة تانية خالص. المقليات لو هاخد منها حاجة يبقى الجمبري بس، والمكرونات طبق المكرونة جمبري قشر، يا خرابي في حتة تانية. السندوتشات فرنساوي ولا بلدي؟ لا بلدي، واخده جمبري مقلي بس. وسلايس البيتزا جمبري ده لازم تجربوه. ودي كده خلاصة الخلاصة. بس كده، هي دي كانت طلعت الاسبوع ده. لو عجبتكم الطلعه ما تنسوش لايك القمر، ولو مش عاملين سبسكرايب لو سمحتوا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل حاجه بنزلها اول باول. لحد الاسبوع الجاي ان شاء الله، باسبوع جديد وطلعه جديده. اشوفكم على خير.